واخرج في ذهنه ثم عقص بالكاميرا، كاميرا براءه ما كفايه عشان ما تدينا انا صوره جميله يعني. طيب نحن هسه الان في صور بتظهر معنا في 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 الشاشه. التصوير الطبيعه برضه من اصعب انواع التصوير. انا عملتها يعني في انت بتقدر تدخل في الاضاءه. ما تدخل اذا تختار الزاويه وتصوير منها. ايوه. يعني انت انا كنا راكبين مركب في منطقه الكاسنجر والمركب لفينا 4 ساعات، اول مره اشوف مناظر جميله زي دي في تاريخ السودان. فكنت بلف حول المركب واختار يمكن قريب 1000 صوره يعني. لكن في كل لحظه بحاول اختار الصوره اللي بعدين لما تخط لك ناس في الصوره تديك حيويه، بعدين تحس الصوره عندها دبس عندها عمق هناك. أيوة. كان الصوره شايفه اللي قدام، اذا انت الزاويه اللي تختار من الصوره تديك الحته القريبه، هنا منظر المركب، الالوان المختلفه بين ال 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 الحته بتاعت المويه اللي فيها الاخضر ريفليكشن. أيوة. وهناك البعيد اللي فيها اللون البلو، فانت الزاويه اللي تختار منها الصوره والعمق بتاع الصوره، شوفوا المركب بالطول ده بيديك العمق بتاع الصوره اللي جوا، كذلك هنا التنقل ما بين الرمال البيضاء والمنظر بتاع الحجر الابيض، الحته اللي في الركن بتاعت المويه البلو دي عكست كسرت المونوتوني بتاعت اللون بتاع الرمله بين الاثنين، وبعدين في نفس الوقت تلقى الصوره ملانه، الفريم ملان، يعني من الركن ده للركن ده والركن ده للركن ده الصوره تكون ملانه، ودي من الكرايتيريا بتاعت التصوير في في في, في اللاند سكيبس يعني، يعني ممكن تصور صوره هكذا، شوف هنا من الركن ده هنا في جزء من الرمله، والركن ذاك فيه شجره، الركن ذاك هناك فيه، يعني انت الكومبوزيشن بتاعت ده الكومبوزيشن. لان في هنا الكومبوزيشن وده هنا عينك انت، عينك انت، عينك العين الجماليه بتاعتك انت يعني، انت عاوز تاخد احساسك بها كيف؟ احساسك بها، كذلك نفس القصه هي الصوره دي مصوره عكس الشمس، يعني الشادو من قدام. يا سلام. الرمال الشادو من قدام، والحته بتاعت الرمال هنا من قدام، والمنطقه دي بالذات يعني تحس بانه في شيء في في حركه فيها، في عمق في الوطاه فيها الرمله، الخلفيه هناك اللون البلو ظهر، الشكل بتاع الاهرامات ظهر، الله يضاري من الجنب الثاني، يعني انت بتكون المنظر في ذهنك حتى تطبق، وده الاخراج السيناريو. وهنا ده يكون الاخراج. فانت عملت الاخراج الصوره هنا. طيب هنا مع مغيب الشمس، ده جبل البركل مع مغيب الشمس، يعني شوف دي المرحله اللي بتظهر فيها اليو في الاوترا فيوليت ريز الاشعه البلاستيكيه. ايوه. اللي هي دي عندها حاجه بتقاس اسمها كلر تمبريتشر اوف لايت، تقيس بها الضوء في الحته دي، فده المنظر هنا كان مبدع جدا جدا، حتى لون الشفق عاكس على جبل البركل، تحس بانه لون الشفق في السماء هناك وجبل البركل عاكس عليه مع البلو ظاهر، يعني البلو ظاهر جدا في يعني تصوير الطبيعه.